الاختيار لما كان الاختيار بالاجماع الكوموندان عبد العزيز بوتفليقه سي عبد القادر باش ينزل الجنوب الكامل يا جماعه الخير هذا لكم تشوفوا فيه الان. شكرا شكرا. كان في عمره 23 سنة 23 سنة في عمره فقط، ولكن الخطاب نتاعو والحماس نتاعو والإيمان نتاعو أثرت على كل ناس الجنوب وتوحدوا وواجهوا فرنسا زعبولة معمرة فيما يتعلق بصندوق الجنوب. صندوق الجنوب من هو اللي يخلق صندوق الجنوب؟ بوتفليقة لما كنا احنا مع في الحكومة آنذاك، ولكن هذه سنوات رقدوا عليه قالوا إعادة إنعاش صندوق الجنوب 150 مليار دولار دينار عفوا إضافة إلى هذا فيه غلاف مالي إضافي، أقول إضافي لصندوق الجنوب لكل مواطن يستفيد منه. ثالثا، طمن كل مواطن باهتمام الدولة واهتمام الرئيس بالمشاكل اليومية، ولهذا من بعد رفع التجميد على المشاريع اللي كانت مجمدة في الصحة وفي التربية، المشاريع الأخرى كذلك رفع التجميد عليها بالغلاف المالي الإضافي اللي تكلم عليه السي وزير الداخلية. أعطى تعليمات وتعليمات طبقت. أعلن بصفة رسمية ترقية الولاية المنتدبة نتاع تميمون كولاية بكل صلاحيات رسمية، وفي الأسابيع المقبلة تكلمت معها شخصيا العشر ولايات المنتدبة تاع الجنوب تترقى إلى ولايات بمعنى الكلمة. الأنبوب تاع الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي مبروك عليكم، راه موجود في تمرس، مبروك عليكم، هنيئا لكم. رسميا رسميا الغاز الطبيعي من عين صالح تمرست راه وصل راه موجود. قالت الان عن الوزير يجي اللي يرسلوا الرئيس باش يدشن ويتوزع الغاز الطبيعي على الاحياء تاع تمرست.